السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الاسد. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من اي شيء، كل شيء سايب لكم في صندوق الوصف باذن الله تعالى، والرقم امامكم اللي حابب يتواصل معنا واتس يتواصل. وبسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، شوف الملح الروحاني بيقول لكم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، برد الاسد صلي على الحبيب المصطفى. شايف يا برد الاسد، انا شايف ان عندكم خير، يعني في قدامي حدا بيدل على الخير، وعندكم حكمة دايما في حياتكم، ودايما عندكم يقين في الله. بس انا شايف البعض عندكم هنا في خصومة ما بينكم وبين حد، او مشاكل ما بينكم وبين حد. شايف ان انتوا دخلتم مكان والمكان ده حسيتوا ان هو مغلق. شايف ان انتم يعني قررتم تقطع علاقتكم مع بعض الناس، شايف في قطع علاقة ما بينكم وبين ناس. شايف ان في عندكم اخ اخت، يعني شايف عندكم حد من دمكم ومن لحمكم اكل حقكم، يعني هو واخذ حقكم وبيتكلم عليكم في ظهركم. بس هنا انتم ظلمتم نفسكم، شايف ان انتم ظلمتم نفسكم في حاجة، شايف ان انتم ظلمتم نفسكم في حاجة. بس انا شايف في عمل يعني عملتوه صالح، هتسمعوا خبر كويس، اللي زرعتوه من قبل هتحصدوه، هانا انكم تحصدوه. شاف البعض منكم هنا، شاف عندكم سفر مفتوح، في سفر مفتوح او اسم كبير، شأنك هيعلى، اسمك هيعلى بالسفر. بس الحسد عندكم واخد جزء كبير جدا في حياتكم، محسودين على اي حاجة. الحسد عندكم كمية حسد، ومتمكن فيكم الحسد، واخد عبلكم شوية عراقيل في حياتكم، العين دايما صايباكم على طيبة قلبكم، على أي حاجة العين صايباكم عشان ندمكم خفيف. كمان هنا بسم الله الكاشف، يعني بلاش الحساب مع نفسيكم، كل شوية تفكير 24 ساعة بتفكروا، عملية حسب بنفسيكم وتيدوا على نفسيكم. شايف كده برضه، عشان كده عاملكم أرق ومش عارفين تناموا ومش مرتاحين، التفكير واخد منكم جزء كبير. شايف هنا اول حاجة، شايف عندك طاقة ايجابية الفترة دي، طاقة ايجابية بشكل كبير جدا. بس انا شايف ان انتم عمالين تفكروا في حاجات كتيرة، بالكم مشغول باكتر من حاجة. شايف عندكم هنا حاجة فرحة كبيرة، شايف ان انتم هنا يعني عندكم فرحة كبيرة في طريق ان انتم توصلوا، يعني توصلوا لهدف معين، هتوصلوا لطريق معين، في تحقيق حلم، عندك تحقيق حلم بسم الله ما شاء الله. شايف عندك تحقيق حلم خلاص، شايف عندك هنا الطريق في بيتك، الطريق ده في قلب بيتك، الطريق ده شايف عندك طريق، يعني هنا اللهم صل على سيدنا محمد، شايف في طريق في ارض بيتك ده، الطريق ده يعني المكان ده فيه سحر، خلي بالك من بيتك، نظف بيتك، نظف بيتك عشان في طاقة السحر في بيتك، هي اللي كل ما تدخل المنزل تحس بخنقة، تحس بضيق، تحس بتعب، تحس بمشاكل، في تعب عندك في المنزل. تخرج بره المنزل تحس براحة، تبقى مرتاح، تدخل دول المنزل تحس بتعب، بضيق، بخنقة. نظف بيتك من السحر. شايفك ان انت عايز تطلع لحاجة جديدة في حياتك، يعني هنا عايز تطلع لحاجة في حياتك. بس عندك هنا حد من اقرب مليك، سواء اخ او اخت او حمات او حد قريب ليك، بيتكلم عليك ده بسيرتك، مش حابك تكون احسن منه، حابب يوقعك في مشاكل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بس في عندك طاقة جديدة، طاقة مختلفة، طاقة فيها فتحة خير، فتحة رزق، فيها طاقة خير ليك بإذن الله تعالى. بس البعض هنا بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله وحده. بس البعض هنا شايف عندكم يعني في طاقة كويسة، في طاقة فرحة، طاقة سعادة عندكم هنا. بس شوية اللي المشاكل والعراقيل اللي حاصلة معاكم دي، هي يعني اللي تعباكم، هي اللي خنقاكم، هي اللي عاملة لكم شوية مشاكل، هي اللي عاملة لكم شوية نفور.
بس انا شايف برضه هنا يعني عندكم رزق باذن الله تعالى، دايلك الرزق سواء من السفر، في سفر قدامك، في طريق سفر فيها خير، في خير ليك في طريق السفر باذن الله تعالى. انت ناوي تسافر او حد هيدعمك في السفر؟ حد هيدعمك في السفر فهتسافر، السفر ده فيه رزق ليك، هتسألني في السفر فيه رزق ليك بإذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا في فرحة في أرض بيتك، سواء حصل خطوبة، حصل ردوع، حصل زواج، في خطوبة أو في فرحة في أرض بيتك، في فرحة في أرض بيتك. شايف هنا عندكم لقاء، اللقاء ده شغل يخص حياة جديدة، شايف عندك بداية يعني حياة جديدة الفترة دي، فيها خير ليك وفيها رزق ليك وفي عوض. شايف عندك أكتر من خطوة يعني هتكون إيجابية ليك بإذن الله تعالى، يعني هتوصل للهدف اللي أنت عايزه أو الحلم اللي أنت عايزه. هو تأخر فعلا وبتشاور نفسك فعلا تأخر، ده مفيش حدا محقق معايا، عندي الدنيا واقفة. كنا طهر بيتك من السحر والحسد وهتوصل للهدف اللي انت عايزه بإذن الله تعالى. طهر بيتكم، طهر بيتك عشان عندك طاقة سحر شديدة، فطهر بيتك. طريق السفر مفتوحة قدامك، حد هيدعمك بإذن الله تعالى. فرحة في أرض بيتك بإذن الله قريبة قدامك، يعني ثلاث نقط، اللي بيسأل ثلاث نقط، ثلاث نقط ثلاث أيام أو ثلاث ساعات أو ثلاث أسابيع بإذن الله تعالى. بسم الله الكاشف، حصن نفسك كويس جدا، حصن نفسك كويس جدا عشان الطاقات السلبية، طاقات السلبية كنا اخواتنا في الله. شايفين عندك هنا انت بتخلص اوراق في المحاكم، شايفنا بتخلص اوراق في المحاكم وحد هيدعمك الدعم كبير جدا، حد هنا عرض عليك شغل او حد عرض عليك حاجات جديدة شغل، او شايف في قرار هتاخده وفي توازن كويس جدا عندك. بس انا شايفك هنا بالكم مشغول من اكتر من حاجه، عندك بذل مجهود، يعني عمال تبذل مجهود كبير جدا. بس انا شايف عندكم هنا اثنين تعبانين في حياتكم، اثنين دول مازال تعبانين، بس عمالين دول كسرين بخاطرك، كسرين في خاطرك قوي، تعبينك او كسرين بخاطرك، انت مستحيل تقع، ربنا معاك في كل دقيقه. شايف هنا في مكان هنا انت ده هتروحه، المكان ده هيكون فيه طاقة ايجابية وهتخرج من اللفة او من الطاقة السلبية اللي حواليك. شايف ان انت هنا سامع كلام وجعك، كسر قلبك، جرحك، بس عندك خبر حلو هتسمعك، اكتمال هنا في موضوع هيكتمل معاك، هو بالك مشغول بيه او انت مشغول بيه بتفكر فيه، هيكمل الموضوع بإذن الله تعالى. في هنا طرف ثالث، الطرف الثالث ده هيخرج من حياتك، هيخرج، ان هو اللي عامل لك مشاكل ما بينك وما بين الشريك، هو اللي عامل لك مشاكل ما بينك وما بين الشريك. هاي القراءة اخواتنا في الله قراءة عامة وليست خاصة، قراءة عامة للرجال ونساء، خذ اللي طابق عليك وسيب الباقي لغيرك، ما تاخدش القراءة كلها ليك يعني. هنا شايف هنا هتسدد جزء من اللي عليك، ان انت عليك ديون فهتسدد جزء من اللي عليك، لان عليك بعض مال هتسدد جزء من اللي عليك. هنا عندك برضه ردوح حق، في حوالة ديالك او فلوس ديالك او زيادة راتب او فلوس انت كنت تعطيها لحد وديالك، خلاص ديالك في المال ده ردع لك. شايف هنا في شخص غايب على بالك او غايب عنك بس انت مشتغله، نفسك تكلمه، نفسه يكون في كلام ما بينكم، انت مشتغله بطريقة يعني رهيبة. شايف انا شايف عندك قبول لحد غايب عنك، شايف عندك هتخرج من الطاقة السلبية، في عندك اكتر من موضوع هيفتح قدامك، بس انت مش عارف تاخد قرار، محتار، مش عارف تفكر، بالك مشغول، متردد، عندك كمية تردد. في هنا خروج حد من حياتك، حد مؤذي، حد مش كويس هيخرج من حياتك بإذن الله تعالى. عندك هنا طاقة تفكير بأطفال، او في طاقة تفكير كبيرة بالأطفال، ان شاء الله يكون عندك مولود قريب بإذن الله تعالى. شايف عندك هنا هتتنازل عن حاجة، مش الحاجة دي انت مش عايزها فهتتنازل عنها، عندك كمية، عندك طاقة تنازل وربنا هينصرك. يعني انا شايف عندك طاقة نصر على ناس اذتك، على ناس كسرت قلبك، عندك طاقة نصر بإذن الله تعالى ورجوع حق، وطريق السفر مفتوح قدامك، في بداية كتيرة، بداية جديدة وفيها فرحة ليك بإذن الله تعالى، فيها السعادة، هانت خلاص، هتقفل باب الأحزان، باب التعب، باب الطاقات السلبية بإذن الله تعالى، مع إنك أنت خاف هنا مشاعرك، خاف كلامك، خاف أوداعك، خاف تعبك، وساكت وكاتم،
مش عايز تبوح بأي حاجة وزعلان، مش عايز تبوح بالكلام الحب ولا بأي حد خالص، وزعلان على حد قريب ليك سواء والدة أو ولد أو حد عزيز على قلبك تعبان بيعاني من سحر أو بيعاني من مرض، أنت زعلان عليه جدا وقلبك مكسور عليه، إن شاء الله ربنا يشفيه بإذن الله تعالى. شايف برضو عندك هنا أو عندك تساقط، عندك تساقط في الشعر، عندك قولون العصبي، عندك عصبية، عندك خنقة، عندك ضيق، عندك وجع في الجسم، دايما حاسين بألم في الجسد، حاسين بحاجة بتغلف دمكم، حاسين بحاجة تعباكم، حاسين بحاجة خنقاكم، حاسين بحاجة غريبة معاكم، ده بيدل منطقة السحر والعين الشديدة اللي عليكم، العين والسحر. شايف ان البعض برضه منكم هنا بيحلم بكوابيس بتزعده، عنده احلام يعني بيشوفها، احلام مش كويسه، احلام بتزعده وبتعمل، فهي مش كله بيحلم، في منه اللي بيحلم وفي منه اللي حاسس باللي عنده، وفي منه اللي بيعالج نفسه. في منكم برضه اللي بيسعى في العلاج. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. عندك هنا شافك هنا بتحاول تتواصل مع حد، شاف في توازن ما بينكم ان شاء الله، بس انا شايفك انا بتعاتب حد، في عتاب ما بينكم وما بين حد، شايف عتاب ما بينكم وما بين حد، في خلاف بس كبير هنا ما بينكم وبين حد برضه، شايف هنا في خلاف، ان شاء الله كونوا هادين كده وتعاملوا مع الحياه بشكل مختلف او بشكل ايجابي علشان الطاقه السلبيه ما تسيطرش عليكم، عشان انتم محتاجينش طاقات سلبيه، بلاش تاخدوا من الناس الطاقات السلبيه وتدوهم طاقات ايجابيه، مش كل الناس اللي تستاهل انكم تقفوا معاها او تدعموها. هنا اللهم صل على سيدنا محمد، شايف هنا هيدي لك خبر. الفرصه دي هتدي لك او العرض لو انت ما تكلمتش عليه او ما تكلمتش عنه مع حد فهيكمل معاك، ان كلمت مش هيكمل علشان انت اللي هتندم. فالخبر لما يجي لك او المشروع اللي انت مقدم عليه او الوظيفه او الاشي ما تتكلمش عنها لما تجي لك، عشان لو جات لك وتكلمت عليها هتخسر خساره كبيره ومش هتكتمل. فاكتم وظيفتك او اكتم مشروعك او اكتم الخبر اللي هيدي لك قدامك ثلاث نقط ودايلك، والثلاث نقط قلت ثلاث ايام او ثلاث ساعات او ثلاث اسابيع او ثلاث شهور. قدامك هنا فرحه، شايف هنا هتكشف ناس فهتكون مبسوط ومفروق وفرحان لانك هتكشف على حقيقتها، هتكشف الناس دي على حقيقتها، فانت هتكون مبسوط. شايف عندك خطوه هنا جديده او خطوة مهمة، الخطوة دي جديدة ومهمة، هتعزز من ثقتك من نفسك، هتعززك اكتر، هترفعك لدرجة عالية باذن الله تعالى. وخلي بالك، خلي بالك، اعرف الشخص اللي قدامك لو تسمه احكم عليه، ما تحكمش على الشخص من الكلام، من كلام غيره فتحكم عليه، لا، شوف الشخص اللي قدامك واقعد معاه صح وبعدين احكم عليه، لازم تسمع او تتكلم معاه وبعدين احكم عليه، ما تسمعش وتحكم من غير ما تشوف بعينيك، علشان اللي بيوصلك الكلام مش صادق، بيديك كلمة صح وخمسين خطأ. عندك طاقة الكسل، طاقة الخمول، عندك كذا حاجة، التفكير 24 ساعة، لقاء مع حد، اللقاء دي في خير، في فرحة، شايفك في اللقاء ده مبسوط، مبسوط فيه. عندك هنا رسالة ديالك، رسالة فيها فرحة ليك، فيها سعادة، انت منتظرها بإذن الله، بس خليك تكون هادي علشان شايف عندك فرحة بإذن الله تعالى، عندك فرحة، شايف في بشرة بمولود، لأن عندك كمية اشتياق لأطفال، عندك كمية، شايف في بشرة بمولود. حياتك هنا العاطفية، يعني هنا حياتك العاطفية ما فيهاش استقرار قوي، ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر، بتجدد لك السحر، عينها عليك جدا، عينها عليك. هنا الناس اللي أذتك وغدرت بيك هيتأسفوا لك وهيردعوا، لأنك يطلبوا منك السماح، لأن أنت قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد، مش منتظر مقابل من حد. دايما اللي انت بتعمله مع الناس بيدي لك العكس، دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيدي لك العكس. شايف عندك صلح انت وحد عزيز على قلبك، شايفك هنا برضو زعلان وبتشكي همك، شايفك زعلان مخنوق متضايق، قلبك مكسور حزين، بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الكاش، ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابنا في الله، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله اللي بتشاهدونا، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف،
يقول يا رب وفقني، يا رب اكرمني. عندك دعوة بإذن الله تعالى هتتحقق، هتتحقق بقدرة الله. انت اقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك، هم اللي غدروا بيك، اقرب ما ليك هم اللي غدروا بيك. بس ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيريح قلبك بإذن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك غصب عنك، شايفك طالع غصب عنك زعلان مكسور، شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك، الناس الحقودة، الناس اللي عايزة تأذيك، عايزة تدمر حياتك. خلي بالك من الناس دي. انت شخص محبوب، انت شخص شاطر، شخص يعني محبوب جدا، مشاريعك بإذن الله تعالى ناجحة، عندك تسرع، بس في تسرعات بتاخذها في الصح بتكون صح. بس عندك اصدقاء خبيثة، اصدقاء حابة توقعك في شر اعمالك، فكن حريص كما كنا. شايفك هنا نوع على السفر، نوع على السفر خارج البلاد، مستني دعم او مستني لقاء مع حد او مستني مكالمة. شايف عندك سفر، في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشدة، في حد هيساعدك ويدعمك وهيقف جنبك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك، وما تخش حدا من حد. خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك، علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر، بالاعمال، بالسحر المشروب. خلي بالك من السحر كما قلنا، فخلي بالك، خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل، المعدة عندك تعب، عندك ألم، عندك تساقط في الشعر. في حد هنا بيحاول يأذيك، بيحاول يطعنك، بيحاول يكسرك، بيحاول يأذيك. خلي بالك، انت هنا شايفك حزين على شخص انت بتحبه، الشخص ده مسدون او بعيد عنك، او هو مخنوق او في ضيقة او مريض، انت زعلان عليه وحزين عليه الشخص ده. ربنا يفك اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه، بسم الله. شافنا حصل كلام ما بينك وما بين الشريك، حصل زعل، حصل انفصال، بتفكر في الانفصال. بلاش تفكر حاليا عشان السحر سحر بيتجدد، لان شايفك عندك حيرة، محتار في امرك، عايزك تنتصر، عايزك تنتصر، او عايزك تنتصري. سيب كل حاجة على الله وحاول تقول يا رب، حاولوا تقول يا رب. انا شايف عندكم مواجهة حلوة، المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالى، فيها خير ليك. حاول يعني تكون انت يعني هذه الايام دي هتكون حكيم وتكون هادي، علشان المرة دي هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر، وهتضع صوابعك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا اقرب الناس ليك هم اعدائك، عدوك واعدائك، صديقك وعدوك، فخلي بالك، لأنه شايف شخص مقرب لكم، فخلي بالكم وكون حذرين، بسم الله الكاشف. شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك او طلع من بيتك مش كويس، انت قدمت له الخير، كل وشرب لكن مش كويس. شايف هنا في ارض بيتك فيها فرحة، في فرحة في ارض بيتك، عندك انفراجات حلوة بإذن الله تعالى، وعندك الماديا هتتحسن، عندك الامور هتتحسن معك بفضل الله تعالى، عندك كما قلنا ممكن نقول فرحة، ارتباط او زواج او عرس لاحد قريبك في اهل بيتك. يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحة بقدرة الله تعالى. شايفك هنا مش قادر تشيل قرش، مش قادر تشيل فلوس، مش قادر تحوش، اللي داي خارد، مفيش حدا قاعدة معك مكتملة. ان شاء الله دايلك الرزق من حيث لا تحتسب، ديالك الفرحة، لأنك أنت ظلمت كثير، ربنا هيعوضك، هيعوضك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من أقرب مليك، ربنا هيعوضك بإذن الله. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، الفترة اللي داية، شايف هنا وانتبهي، الفترة اللي داية عندكم خير، عندكم السكة فاضية، عندكم خير، عندكم السكة فاضية، حاولوا إن أنت تكسبوها.
حاولوا انتوا تكسبوا هذا السكه، انتوا حاسين ماشي ان الامور معقده امامكم، بتدخلوا في طريق بترضع خطوه، مفيش ارتباط مكتمل، مفيش عيشه في المتزوجين مش مرتاحين في الزواج، مشاكل بدون سبب، خنقه، ضيق، نفور، واكثر حاد المشاكل بدون اي اسباب، واللي لسه ما ارتبطتش في تعقيد، في تعطيل، في تعب، في تساقط في الشعر، في الم في العمود الفقري، والم في الرجلين، وزياده الصداع، وزيادة التعطيل والنفور في الزواج. هذا من السحر. السحر كما قلنا أحببنا في الله من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك هنا حصل أو هيحصل في بين المنفصلين، شايف هنا في عتاب، في مقابلة، والمقابلة دي فيها عتاب. إن شاء الله فيها صلح بمشيئة الله تعالى. شايف هنا في محاكم أو في قواضي بينكم وبين حد او حد معين، لان شافكم بتخلصوا هنا، عندكم خير في المحاكم باذن الله تعالى، عندكم محاكم. شاف هنا في رزق دايكم وبشرى بفضل الله تعالى، فيها فرحه ليك. شايف هنا في غيمه، غيمه على وشكم، الغيمه دي في تفكير، في غيمه، في تفكير، في حد بيحاول ياذيكم وانتم مش شايفينه. يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني اللي عمال يلعب بيكم، عمال يأذيكم، مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك، طريق السفر فيه خير. هتقول لي يا شيخ طريق السفر، طب يعني ان شاء الله فيه خير طريق السفر. في منكم فسحة وفي اللي مسافر لشغل. القراءة عامة اخواتنا في الله رجال ونساء، والقراءة مفتوحة بإذن الله تعالى. خد اللي طابق ليك احبابنا في الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شايف انها تتفتح قدامكم ببان حلوه، هيكون فيها سعاده، فيها سعاده، فيها فرحه، يعني في راحه بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. تعبتم تعب كبير، ربنا هيسر امركم، ربنا هيسر امركم وهيكرمكم، هيكرمكم باذن الله تعالى. الدموع اللي عندكم حاول تخلص، طلع من حياتك، طلع اليؤس، طلع الإحباط، طلع الضيقة، طلع الخنقة، طلع اللي عندك. شايف المشكلة اللي عندكم مسببة لكم الأزمة والحيرة، انتم هتحلوه، هتتحل، هتتحل بمشيئة الله. انا شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت، مش عايزين تتكلموا مع حد، يعني مش عايزين تتكلموا مع حد بسبب اللي شفتوه، لكن هتتلاقى بتوأم روحك، هتتلاقى بتوأم روحك، خلاص هانت، هانت كل الابواب اللي اتقفلت في وجهك، راح تتفتح مرة اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حاجات كثيرة جدا، وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقلة، فيه الراحة ليك، فيه السعادة. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان فيه الراحة وفيه السعادة ليك بإذن الله تعالى. هتشتري المنزل، هتشتري المكان اللي انت هتنتقل اللي ممكن يكون لبيت زوجتك ان شاء الله، او الرجوع لزوجك باذن الله تعالى، او شراء مسكن جديد هتنتقلوا فيه، فيه الراحه وفيه السعاده ليكم بمشيئه الله. خلي بالكم واخلصوا من السحر كما قلنا يا احبابنا في الله اللي عندكم، كي تفتح معاكم الابواب، لان السحر عامل لكم طاقات سلبيه كبيره جدا. وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم، مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم، مش كل الناس اللي تفتكروها احباب ليكم بيحبوكم بيتمنوا لكم الخير. كثيرا من الاشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم، يعني انت في نظرك بتقول انت ما عملتش حاجه للناس دي، اذيتك ليه، سحرتك ليه، هم مش حابين ان انت تكون احسن منهم، مش حابين انت تكون متقدم بخطوات عنهم، مع انك انت ما اذيتهمش، ما عملت لهمش اي شيء، قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من تابعه او من قرين داخل القناه، جميع العلادات واللي حابب يتواصل معنا مع الشيخ يوسف الرقم امامكم واتس يتواصل معنا، وان شاء الله نكون في حسن ظنه. وكما تعودنا الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل صلاه جلال وسلم
سلامة جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعا.